يعني بس يعني احنا يعني في جزء طبعا يعني في جداره من اللي حضرتك بتقوله يعني، لكن طبعا في موضوع عداله المنافسه او الحياد التنافسي يعني هناك بعض المشاكل، بدليل اللي هي جت يعني في الوثيقه المعده بواسطه الحكومه واقرتها الحكومه واقرها يعني رئيس الجمهوريه. الحياد التنافسي يعني هو بيقول ايه؟ بيقول ان احنا ممكن نعمل صناعه واحده، بس طبعا انت لديك تسهيلات، يعني عندك ممكن تحصل على الأراضي ببلاش أو بسعر أرخص، في بعض الجهات الحكومية معفاة تماما من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لديها تسهيلات كثيرة. فأنا لما أجي أعمل جنبك نشاط فأكيد يعني سعر السلع بتاعتي هتكون أغلى منك، فبالتالي دي نفس المزايا بتاعتك بالظبط. فهي وده اللي تعهدت بيه الدولة، حتى وده اللي احنا يعني هنقوله يعني حتى مع وجود الدولة في القطاعات اللي هتستمر فيها لأنها لا تستطيع الخروج منها، بنقول ايه؟ طالما هتستمري يعني يبقى احنا على نفس الجراوند، على نفس الارضيه. لو احنا بندفع ضرائب الجهه دي تدفع ضرائب، لو احنا بندفع قيمه مضافه تدفعي قيمه مضافه، لو في تامينات انت تدفعي التامينات. فبالتالي لما نيجي نسعر السلعه نكون يعني احنا تقريبا تكاليفنا مشابهه، وتبتدي بقى ايه تسداد المنافسه في تحسين الجوده محاوله تخفيض التكاليف وهكذا. فهو ده اللي الدوله اقرته في وثيقه ملكيه الدوله، نتعهد حتى في القطاعات اللي احنا سوف نستمر فيها بالحياد التنافسي. وده اللي بيقودنا لاحدى المقترحات الهامه اليوم في جلسه الحوار، اللي احنا لا اما نعدل على وثيقه ملكيه الدوله، لان احنا يعني مقررين اللي هي قد لا تضطر الدوله للتعهد بالكامل في هذه القطاعات، عليها اللي هي تحدد دورها، وبناء على تحديد دورها قد يعني تكون موجوده في القطاع ده النهارده تخرج بكره وقد تعود لي مره تانية. يعني انا مش عايز اقول القطاع الخاص اللي حضرتك بتقوله انا هطلع واسيبك، فيبتدي يحتكر هو السلعه بالظبط، ينتقل الموضوع الى احتكار للقطاع الخاص. وتجاربنا مع القطاع الخاص زمان بشعه، وطبعا راس المال الخاص يعني يسعى الى كل المكاسب عندما يجد احتكار. فدائما بنقول ايه؟ ان الفلسفه بتاعت وثيقه ملكيه الدوله يعني قد تحتاج اعاده الصياغه، او بنفكر مع المقرر العام والمقرر العام المساعد اللي احنا نعمل وثيقه موازيه اسمها دور الدوله في الاقتصاد، نقول ما هو دور الدوله في الاقتصاد ونعرفه هي المنظم والمراقب والمتداخل لو اضطرت. فبالتالي للقطاع الخاص نحن نترك لك المجال، يلا يعني تعالوا ورونا واستثمروا، لكننا قد نضطر في يوم من الايام اللي احنا حتى مع تعهدنا بالخروج اللي احنا نعود تاني. والدوله عملت كده مؤخرا عندما كان في احتكار لاعلاف الدواجن الذره الصفراء وغيره، وانا كررت هذا الامر وكنت طالبه من وزير التمويل. تجار كانوا بيسعروا اعلاف الدواجن الذره على الدولار 60 جنيه. احنا عارفين اللي فيه يعني تغير في سعر العمله، فيمكن ان انت تضع لنفسك مارجن هامش عشان تكون مرتاح، لكن مش بهذا السعر. فبالتالي لما طلبنا من وزير التموين التدخل الدوله، وهي ما كانتش اصلا متدخله في شراء الذره الصفراء، كانت فقط القمح هو الماده الاستراتيجيه او السلعه الاستراتيجيه، لما اشترت الذره الصفراء ابتدت الاسعار تخف، ابتدوا يحسوا لا الموضوع ليس محتكر الان، ممكن الدوله تخش في اي وقت تشتري. فابتدت الذره الصفراء بعد ما وصلت لحوالي 22000 الطن وصلت لي النهارده 14000 15000. بسبب عنف القطاع الخاص، انا ايام ازمه الاعلاف طلبت بهيئه شراء موحد للعلف زي بتاعه الدواء. يعني وصلنا لكده، لانه انت بتسعر الدولار بكام؟ ده ايه الافتراء ده؟ هي الفكره ان احنا زي ما احنا بنتكلم انا عاوز اشجع الاستثمار الخاص والمستثمر الخاص، انا عاوز اطمن المواطن المصري ان انت في يد امينه وتحت عين رقابة دولتك، إن مفيش سلعة هتتأثر لو الدولة طلعت منها. خاصة طبعا إحنا عندنا لستة بالسلع الاستراتيجية بالصناعات الاستراتيجية اللي إحنا بنعتبرها أمن قومي لازم تكون موجودة، وموجودة بخدمة عالية وبالدعم الكافي. يعني إحنا من أهم عوامل الاستثمار أو يعني مبررات الاستثمار أو أولويات الاستثمار إن أنا أكون بحقق حاجات مهمة جدا. أولها إن أنا بحقق أو بضمن مناخ أو بيئة اقتصادية، بنية أساسية للبيئة الاقتصادية. بس ما انساش إن أنا كمان من ضمن الأولويات دي إن أنا بقدم دعم للمواطن، أو أنا بعمل أو تخفيف العبء عن المواطن. فأنا بعمل سياسة ملكية الدولة وبدي للقطاع الخاص مساحته،
ما اغفلش ابدا ان المواطن ليه عليا دور، لازم اكون موجود جنبه، ما سيبهوش للاحتكار. انا لما بتكلم على الحياد التنافسي بتكلم ان انا الحياد التنافسي ده بالنسبه لنا زي فرص تكافؤ الفرص او مبدا تكافؤ الفرص. القطاع العام والقطاع الخاص، الدوله والقطاع الخاص ليهم نفس المزايا، يشتغلوا ويقدموا في القطاعات اللي انا اقدر اقول ان انا كدوله هتخرج منها وما فيش اي قلق ان انا اكون مش موجود فيها كدوله او يد الدوله، ولكن بمبدا تكافؤ الفرص. بس ده ما يجيش على المواطن، وفي نفس الوقت ده ما يضرنيش في قيمه اصولي اللي انا بطرحها. يمكن دي من ضمن الحاجات اللي هو مع سياسه ملكيه الدوله او وثيقه سياسات ملكيه الدوله، انا بتكلم في نفس الوقت على اداره اصول الدوله، الاصول المملوكه للدوله. يعني كنا لسه بنتكلم دي اصول وثروات مصر، يعني دي مش بخاطب بيها الوضع الحالي وبفك بيها ازمه اقتصاديه، ده مستقبل اجيالنا لان دي ثروات مصر طبعا، وده حقهم ملكهم. بالظبط كده. الاقتصاد المصري فيه كم ضخم من الاصول غير المنتجه، سواء بقى هي اصلا اصول غير مستغله بالكليه تابعه للجهات والوزارات والمحليات وغيره، او اصول تابعه لهيئات بتخسر وباداره اقتصاديه ممكن اعظم العائد منها. صح. انا محتاجه اعمل ده واعظم عوائد اصولي وادير الاصول المملوكه للدوله اداره اقتصاديه قبل ما اطرحها للمستثمر الاجنبي.